صباح الفل. انت اختصت امبارح مع البنت اياها؟ اه يا برنس، انا بقفل الصفحة دي خالص. ازاي؟ احكيلي. بحاول افهمها يعني انه مش هينفع يبقى في اي علاقة بيننا، اصلا انا بحب واحدة تانية. مش تانية بس، وتالتة كمان. في عدد معين انا ما بحبش اعديه. يا سلام، ابن اصول وعندك مبدأ. لا، الموضوع مش موضوع مبدأ، اصل انت ممكن تحب اتنين تلاتة مع بعض في نفس الوقت، بس اربعة ده الصراحة هيبقى اوفر اوي، حمل على اعصابك. وانت اعصابك ما تتحملش، بس الشرع يعني محل الاربعة. ده في الجواز يا صاحبي، بس مش في الصحوبية، وانا بتاع التانية ومليش في الاولانية دي خالص، تعرفني طبعا. ايه ده؟ سلمى هنا؟ انت ما قلتليش ان سلمى هنا ليه طيب؟ انا اتفاجئت زيك بالظبط. معلش يا سلمى، انا اسف فعلا، ام سوري، ما خدتش بالي انك موجوده. لا قشطه، مش مشكله، انت مش هتتغير. بقولك ايه، اطلع لراغب عايزك. قشطه قشطه، سوري يا سلمى. ما تزعليش.